مرحبا. كيف عرفتي عنوان بيتي؟ لكن هون صارت المشكلة. لسه ما تأكدت بس هيك بظن. صار لك شهور وانت عم تدور ولهلأ مالك متأكد من شي؟ لسه ما أنا بهالبساطة مثل ما عم تفكري. غسان، ليش كل ما حكيت كلمة بتتحسس وبتتضايق؟ نسيان انه نحنا كنا رفقات؟ انا بتمنى انه نرجع مثل ما كنا من قبل. اليوم رايح المكان اللي اختفت فيه اختك. وين؟ مدينة ملاهي قريبة، اذا بدك انت كمان فيك تجي. ماشي. ياسمين، بعرف انك بالبيت. افتحي لي افتحي لي هالباب بقى. ولك افتحي هلا، شفتك كنت واقفه على الشباك وعم تتفرجي. افتحي احسن ما عملك جرسه هلا. لك افتحي هالباب وخلصي بقى. لك افتحي. امل. ايه امل، أنا كنت على الفيراندا وعم بجلي الجليات. قصدي كنت عم بجلي الجليات بالمطبخ. شو بك؟ قد ما صرختي فوتيني بالحيط. على مين عم تضحك يا حبيبتي؟ فكرك ما شفتك إنك كنتي متبسمة قدام الشباك وعم تراقبي. لا وحياتك، مو أنا بجوز أنتي مخربطة. تركيني من هالحكي الفاضي، قولي لي مين هاي المايعة؟ هاي رفيقته من أيام الجامعة. حبيبتي بجوز تكوني جذبة، بس أنا لا، إنه هيك وحدة ممكن تكون رفيقته وبس؟ هبلة. تعي لفرجيكي، تعي تعي شوي. لك لا، طلعي فيهم كيف واقفين. ولساتك مصدق إنه هي رفيقته؟ والله وطلعت مانك قليل بنوب. لعب علينا اتنيناتنا وشوفي كيف لحشنا، وكنا عم نعلق ببعض كرمال هيك واحد. هي أول مرة بحياتي واحد بيضحك علي. معلش حبيبتي، بس وضعك مو مثل وضعي بنوب. الزلمة ما وعدك بشي، ما هيك؟ ليكون وعدك بشي وأنا ما بعرف. وعدني ولا ما وعد حبيبتي، مو هاد المهم، لأنه أنا وإنتي نضحك علينا وطلعنا أجدب من بعض. بس بتعرفي، إذا بدي اتنازل عنه لوحدة تانية، صدقيني بفضل تكوني إنتي. وليش هالكرم؟ ولك مانك شايفتيها شو مأنزعة؟ هالنوعية مانا سهلة بنوب، وعندها سيارة كمان، باينت غنية. يعني هيك وحدة ما رح أقدر نافسها. بس انتي ما بينخاف منك. مشان الله روحي أمان، مالي فاضية لهاللعي هلأ. شو هذا يا؟ خليتيني أترك الجلي مشان تتمقلسي علي وبشي. أحسن انتي خليكي عم تجلي، هذا اللي شاطرة فيه. بس في معلومة مهمة ولازم تعرفيها، الأستاذ غسان ورفيقته اللي مأنزعة اليوم رايحين على مدينة الملاهي مشان يتسلوا، وانتي رح تضلي هون عم تجلي وتشتغلي. سمعتها بإذني هو وعم يعزمها. عم قلك خصوصي مشان تنقهري. روحي كملي الجليات. لي عليكي شو قوية. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.